حالكم يا امهات لاباس عليكم مرحبا بكم في قناتكم لو سوتيان سكوليغ افيك نور الوغ اول حاجه غنبداو بها كالعاده نشكروا الناس اللي التحقوا بنا واشتركوا معنا شكرا جزيلا وكنتمنى يعني انكم يعني تستفدوا معنا ونكونوا عند حسن الظن ان شاء الله وكنشكروا كذلك الناس القدامين اللي يعني كيفرحونا بالتعليقات ديالهم شكرا جزيلا على الاهتمام وكما كتشوفوا يعني وانا يعني غدا نجيب ولدي من مدرسته يعني بغيت فكرت انني نبدا المقدمه معكم يعني في عوض ما كنبداوها من المنزل وقدام السبوره نبداوها ان شاء الله في الطريق باش نحاولوا اننا نغيروا ان شاء الله من يعني الروتين ديالنا والعاده اللي كنقدموا بها يعني اللي كنبداو بها البدايه ديال القناه ديالنا الوغ كنشكركم واليوم ان شاء الله كما عرفتوا اليوم ان شاء الله الثلاثاء وكما وعدتكم ان الثلاثاء غيكونوا دروس للدعم والتقويه الوغ كنتمنى انكم تستفدوا معايا في هذا الدرس الجديد واللي غيكون هو Alors, mais la définition, tangoulou anna, had le déterminant est un mot placé avant le nom. Yani la place dial le déterminant. Fil kalkaw had le déterminant. Had le déterminant di matalkaw qbel mel le nom. Hnaya mli, yani chtoum anna la vidéo li kent ala la phrase, ou nas li ma chafouha chirjou chafou le vidéo, yani mlin tkilmna fdak dars dial damou tkouya li tahdetna fi ala la phrase. قلنا عطينا واحد ليكزومبل عطينا واحد المثال وورينا لي زيليمون ديال لا فراز كنا تحدثنا على لي زيليمون ديال لا فراز اللي ما كانش متابع معنا يرجع للفيديو ويعاود يشوفو باش يفهمنا علاش غنتحدثوا انا هنايا غنعطيكم واحد المثال عندي لا شومبر اي بروبر هذا سي ان اكزومبل اللي فيه بزاف ديال لي زيليمون اللي كتكون ليا اون فراز الوغ من هاد لي زيليمون اللي كنا شفنا واللي كنا تحدثنا عليهم هاد لو بروميير مو اللي تلقاوه هنايا وكاين ممكن اننا نلقاوه في وسط لا فراز ممكن اننا نلقاوه يعني في لا فراز كامله ولكن هنايا كنا تحدثنا على هاد لو بروميير مو وقلنا هذا سي ان اليمون يعني واحد لو مو اللي كيساهم انه باش تكون عندنا اون فراز كي هي ان سونس الوغ ملي تنقول لك لا شومبر راه هنايا لو بروميير اليمون ها لو دوزيام اليمون ها لو ترويزيام ها لو كاتريام حنايا اليوم غنركزوا على هاد لو بروميير اليمون ولا هاد الكلمه الاولى عليها غادي نديروا الدرس لان راه ما كاينش غير لا راه كاين بلوزيوغ ديتيرمينون يعني اللي كنلقاوهم في لي فراز في اللغه الفرنسيه الوغ ملي تنقول لك لو ديتيرمينون اي بلاسي افون لو نو ها هو لو نو عندنا هذا سي ان نو الوغ فينا هي البلاصه ديال لو ديتيرمينون ها هو جاي قبل منه اي بلاسي افون ديما تلقاوه قبل الوغ هذا هو لو ديتيرمينون هذه هي لا بلاص ديالته لا بلاص ديال لو ديتيرمينون اي توجور افون لو نو كنلقاه هو الاول عاد كيكون لو نون ديالي لان ما يمكنش ليا ملي تنقول لك هذا راه اداه تعريف يعني راه كيعرف بداك لو نون اللي كيجي من موراه كيعرف لينا واش هو في لو سانغولييه واش هو في لو بلوريال واش هو في لو ماسكولان واش هو في لو فيمينا لان هو اللي كيعطينا معلومات على هاد لو نون تيقول لك هاد لو نون راه مذكر ولا مؤنث راه في المفرد ولا في الجمع الوغ ملي تنقول لك سانغولييه يعني مفرد بلوريال يعني الجمع ماسكولا يعني مذكر فيمينا يعني مؤنث الوغ هاد المعلومات كامله شكون اللي كيعطيهم لينا على لو نون هو هاد لو ديتيرمينون اللي كنشوفو هنايا الوغ حنا غنشوفو كاع لي ديتيرمينون ولا لا بلوبار ديال لي ديتيرمينون اللي كاينين في اللغه الفرنسيه الوغ من بين لي ديتيرمينون كاينين لي زارتيكل ديفيني هاد لي زارتيكل ديفيني كيما شفنا هما لو la et l'apostrophe
ce sont les articles définis. علاش كنسميوهم les articles définis? كنسميوهم les articles définis لانني منين كنضيفوهم لواحد لو نون يعني راه تنعرفو به داك لو نون كيكون معرف كيكون باين. باغ اكزومبل غادي نقول لك غنعطيك ان اكزومبل لو كايي دو مينا. لو كايي دو مينا يعني هاد لو كايي عرفناها قلنا لو كايي دو مينا يعني هاد لو كايي باين راه الى بارتيان ا مينا يعني ديال مينا هذاك الدفتر ديال مينا يعني لو كايي دو مينا هنايا لو يعني ان ارتيكل ديفيني اللي كيعرف ليا الوغ ملي تيكون عندي واحد لو نون معرف يعني باين الوغ شنو كنستخدم هنا كنستخدم لي زارتيكل ديفيني اللي هما لو ملي تيكون عندي لو ماسكولان يعني كيكون عندي الماسكولان سانغولي مذكر مفرد لا ملي تيكون عندي المؤنث كنهضر على شي حاجه مؤنث يعني باغ اكزومبل لا في نقدر نقول لو غارسون الولد لا في هي البنت الوغ هنا عندي المذكر وهنا عندي المؤنث ولكن ديما في لو سانغولي في المفرد اي لابوستروف فوقاش كنخدم لو اي لابوستروف هاد لو اي لابوستروف هي كتخدم ليا المذكر والمؤنث يعني لو فيمينا والماسكولا علاش كندير لابوستروف لان ملي تيكون عندي باغ اكزومبل واحد لو مو كي كومونس باغ اون فوايل هنايا كنخدم لو اي لابوستروف يعني هذاك لو مو كيبدا ب ا ولا ب او ولا ب او ولا ب او ولا ب اي باغ اكزومبل الوغ هادي سي اون فوايل الوغ ملي تنشوف لان لي فوايل ما تيتلاقاوش الأ مع الأ ما غتلاقاش الأ مع الأ ما غتلاقاش ألوغ شنو كنستخدم كنحيد ديك لا بروميير فوايل كندير في بلاصتها لابوستروف وكنكمل لو مو ديالي ألوغ لاغبغ هنايا كيكون عندي هاد لو مو لي باغ اكزومبل كي كومونس باغ اون فوايل كنخدم فيه لو اي لابوستروف لي كنخدمها في لو فيمينان ولو ماسكولا يعني المذكر والمؤنث ولكن ملي تيكون عندي لو بلوريال يعني الجمع الجمع باغ اكزومبل تنقول لي هنايا الا قلت لي غادي نقول كايي تا هي باس يعني لو بلوريال الجمع بزاف ديال لي كايي لي كايي الوغ هادا هما لي زارتيكل ديفيني اللي كنخدموهم فواحد لو نون اللي كيكون ديجا باين معرف لي كايي دو نبيل لي كايي دو منى باغ اكزومبل الوغ هنايا معرفين. ثاني حاجة هما لي زارتيكل انديفيني. لي زارتيكل انديفيني عندي ثلاثة عندي ان عندي اون وعندي دي. الوغ ان تنخدمها في المذكر المفرد يعني ماسكولان سانغولي المذكر المفرد اون تنخدمها في لو فيمينان سانغولي المؤنث المفرد ودي كنخدمها في لو ماسكولان ولو فيمينان ولكن في لو بلوريال يعني الجمع الوغ ملي تنقول لك ان بحال ان غارسون ولد اون في مؤنث بنت دي غارسون دي في كنخدمها فيهم بجوج ولكن في الجمع ديالهم الوغ هنايا فوقاش كنخدم ان و اون و دي منين تيكون عندي منين تيكون عندي واحد لو نون اللي كنبغي نقدمو بواحد لا فاصون امبريسيز يعني ما تيكونش يعني ماشي ولا بد نبريسيزي يعني كنهضر على ان نون وصافي بحال باغ اكزومبل ان شا نوار باغ اكزومبل نقدر نقول ان شا نوار واحد القط اسود يعني قط اسود ما تنهضرش على داك القط على اساس انني تنعرفو على اساس انه يعني واحد لو شا نوار ان شا نوار كنهضر على اي شا نوار باغ اكزومبل ممكن انني نقول ان ستيلو فيغ قلم اخضر قلم اخضر ان ستيلو فيغ ما غنقولش
ان ستيلو دو منى ولا دو نبيل نو لان هنايا راه ما معرفش منين تنبغي نقول ستيلو دو نبيل غنقول لو ستيلو دو نبيل ولكن مادام ما معرفش غنقول ان ستيلو فيغ جو سي با ا كي اي لابارتيان ما تنعرفش انا ديال من ولكن باش غادي نعرفوا انه ما عرفش انه ديال من ولا كنهضر على شي حاجه اللي امبريسيز بواحد لا فاصون امبريسيز يعني هنايا كنخدم ان ولا اون ولا دي بالنسبه لي نون ها هو لو نون شا شا هو لو نون وها هو لارتيكل انديفيني اللي ممكن اننا نخدموه في شي حاجه اللي يعني ما معرفاش ما معروفاش ان شا نوار يعني اي قطه يعني في الزنقه شتها نوار كنقول ان شا نوار ما تنقولش لو شا كنقول ان شا نوار باغ اكزومبل ان شا نوار Les adjectifs démonstratifs. شنو هما les adjectifs démonstratifs؟ أنا ملي كنقولك démonstratif يعني واحد الحاجة اللي كنشير ليها يعني كنعرفها و en même temps كنشير ليها وهاد les adjectifs démonstratifs كاين فيهم ce كاين cet كاين c'est avec un seul t وكاين c'est avec es هادو les adjectifs démonstratifs غنعطيكم ان اكزومبل فوقاش غادي نخدم انايا سو سو تنخدمها ملي تيكون عندي المذكر المفرد سو غارسون باغ اكزومبل سو غارسون سو غارسون يعني هذا الولد ce garçon يعني هنايا راه je montre يعني ce garçon يعني كنشير ليه كنشير ليه يعني كننوريه ce garçon بغيت نخدم سيت كنخدمها في لو فيمينين سيت في ها هو المؤنث المفرد سيت بدو تي هاد سي افيك ان سول تي كنخدمها في المفرد ولكن في المذكر والمؤنث بجوجهم وفوقاش كنخدمها بحال لو اي لابوستروف اللي هضرنا عليها بحال سي تاربغ سي تاربغ مبديه ليا بون فوايل يعني غادي نخدم معاها هادي سي تاربغ علاش لان عندي اون فوايل ما نقدرش نقول سو اربغ وما نقدرش نقول سيت اربغ الوغ شنو كنخدم كنخدم هاد لو سي افيك ان سول تي باش تكون عندي واحد لو ديتيرمينون اللي كيصلح ليه لانه اي كومونس باغ اون فوايل عندي هنايا سي سي هنايا كنخدمها في لو ماسكولين و لو فيمينين بجوجهم علاش لان كنخدمها في لو بلوريال كان ماسكولين او لا فيمينين كنخدمها ديما في لو بلوريال ها هي كتبان لكم من هاد سي باغ اكزومبل سي غارسون سي في ها انتما عندنا اس في الاخر اللي كتقول لنا بلي هذا راه لو بلوريال يعني الجمع سي غارسون سي في سي زاربغ الوغ انا تنخدمها في جميع الحالات ولكن في لو بلوريال الوغ نمرو دابا لي زادجيكتيف بوسيسيف انا غير من الكلمه ديال بوسيسيف كنعرف انني كنتحدث على واحد الحاجه اللي كنمتلكها انا كيمتلكها هذاك كيمتلكها الاخر يعني شي حاجه اللي ديالتي او ديالت هذاك ولا ديالت الاخر يعني ديالته في الملكيه ديالته الوغ هنايا كنخدم واحد لي ديتيرمينون لي كيجيو ليا مع هاد لي نون اللي غادي نبغي نعرفهم اللي غنبغي نتحدث عليهم باغ اكزومبل هاد لي زادجيكتيف بوسيسيف كنسميهم بوسيسيف سو كو جو بوسيد يعني شي حاجه كنمتلكها ولا كيمتلكها الاخر يعني عندنا ديال لو فيمينين بوحدهم كيما الاخرين ديال لو ماسكولين بوحدهم وديال لو بلوريال بوحدهم الوغ هنايا ما تنخدمش غير واحد في الماسكولين ولا سينغولير راه كيكونوا عندي ثلاثه يعني كنمتلك انا كيمتلك هو كيمتلكو الاخرين يعني اللي في الغائب الوغ باغ اكزومبل هنايا ملي تنقول لك كنهضر لك على لو فيمينا هنا كنخدم لي زادجيكتيف ما طا سا ما شومبر يعني الغرفه ديالتي الغرفه ديالتي انا ما شومبر ما الي ا موا
Ta chambre, elle est à toi. يعني كنهضر عليك انت. À toi, ta chambre. Sa chambre, شي واحد اللي ما كاينش معانا يعني غائب كنقولوا sa chambre يعني الغرفة ديالته هو. الغرفة ديالته هو. Alors ma chambre à moi, ta chambre à toi, sa chambre à lui ou là à elle يعني هادوك اللي غايبين. Alors هنايا ma ta sa كنخدموهم في لو فيمينان singulier يعني المفرد المؤنث. غندوزو للمفرد المذكر كنقول مون كايي الدفتر ديالي انا مون كايي الي تا موا مون كايي دفتري انا مون كايي طون كايي ديالك نتايا طون كايي سون كايي ديال هذاك اللي ما معاناش سون كايي الوغ مون كايي ا موا طون كايي ا توا سون كايي ا لوي ولا ا ال سي كلير الوغ هنايا يعني كنخدم لو فيمينان لو ماسكولان وغندوز دابا لو بلوريال انا ملي تنقول لك البلوريال راه كنخدمو في الماسكولان والفيمينان ملي تنقول لك مي يعني شي حاجه ديالي انايا مي كايي مي كايي تي كايي سي كايي الوغ هنايا يعني الجمع ديال المذكر وديال المؤنث الوغ باقي عندنا دي زادجيكتيف بوسيسيف اخرين ولكن خليتهم لكم هنايا مجموعين باش نوري لكم الفرق بيناتهم لان شحال من واحد كيغلط فيهم كاين تلامذ كيغلطوا فيهم وكاين كذلك ناس كبار منين تيكونوا يهضروا تيغلطوا فيهم الوغ هاد المسائل هادي اللي غنوضحوها هما كاين عندي حتى هما راه دي زادجيكتيف بوسيسيف منين تنقول لك نوتر فوتر لور كاين اللي غايقول لي منين تنقولوا حنايا نوتر راه البلوريال الوغ هنايا غنفهموا شنو راه بلوريال ولكن فوقاش نخدموه نو فو لور افيك اس الوغ هنايا كنشوف لور سون اس بلا اس وهنايا لور افيك اس يعني كاين الفرق بيناتهم فوقاش نخدم هادي وفوقاش نخدم الاخرى الوغ هنايا باش غادي نفهموكم الوغ هنا منين تنقول غنعطيو دي زيكزومبل باش نبينوا الفرق بيناتهم الوغ هنايا هاد نوتر فوتر لور كنخدموهم مع دي نوم في لو سينغولييه ملي تنقول لك نوتر بابا نوتر بابا كيفاش نوتر بابا ولا نوتر بير نوتر بير باغ اكزومبل جو في دير نوتر بير votre mère par exemple alors هنا ملي قلت لك notre père هان تا بير singulier علاش قلت notre père لان هاد لو بير ديالنا كاملين انا وخوتي كاينين عندنا شحال من اب عندنا اب واحد ملي كنبغيو نهضروا عليه تنقولوا notre père يعني الاب ديالنا حنايا ابونا يعني ديالنا حنا notre père votre mère la même chose عندنا ام وحده votre père وهنايا لوغ ملي تنقولوا باغ اكزومبل لوغ ميزون هانتوما فوقاش كنخدم هاد لوغ بلا اس ملي تيكون عندي هذاك لو نون او سينغولي ها لوغ ميزون ميزون يعني البيت ديالهم كاملين داك البيت واش فيه واحد راه فيه مجموعه ديال الناس الوغ هادوك الناس ملي كيبغيو يهضروا على البيت ديالهم تيقولوا لوغ نوتر ميزون votre maison alors تنقولوا par exemple leur maison بيتهم هما يعني داك البيت ديالهم هما راه الملكيه ديالتهم alors leur maison alors leur هنايا بلا اس كنخدمها في لو سينغولي alors notre votre leur كيكونوا بلوريال على لو بلوريال ولكن تيهضروا على واحد لو نون كي اي او سينغولي غنمروا يعني لي زادجيكتيف possessif avec S. هنايا غنتحدثوا باغ اكزومبل على غنعطيو حتى حنا دي زيكزومبل باش نبينوا الفرق بيناتهم الو هنايا ملي تندوي لك على نو فو لوغ افيك اس هنايا راني مريت لو بلوريال يعني راه تنهضر على الجمع دابا الو ملي تنقول لك نو زونفون هيا
pluriel. Nos enfants. Vos cahiers. Tahia. Pluriel. Leur, par exemple, stylo. Tahia, le pluriel. يعني هنا انا مريت لو بلوريال الجمع nos enfants vos cahiers leur stylo راه ديما في ان ادجكتيف بوسيسيف يعني كنهضر على شي حاجه ملكيه الوغ nos enfants بلوريال كنهضر على شي حاجه في البلوريال يعني بزاف ديال لي زونفون vos cahiers دفاتركم ديالكم كاملين leur stylo الاقلام ديالكم كاملين الوغ لوغ ستيلو هنايا كنخدم الاس لان هاد لو نو راه الي او بلوريال الوغ هذا هو الفرق بين يعني لوغ باس و لوغ بلا اس و بين نوتر و نو و فوتر و فو الوغ هنايا نكونوا يعني نهينا الدرس ديالنا وشرحنا كاع الانواع ديال لي ديتيرمينون اللي كاينين عندنا في اللغه الفرنسيه كاينين بزاف ديال لي ديتيرمينون ولكن ان شاء الله غتشوفوهم من بعد حنايا هضرنا غير على لي ديتيرمينون اللي تلقاوهم يعني في العموم ولكن من بعد ان شاء الله نطرقوا لي ديتيرمينون اللي باقي ما شفناهمش هنايا يعني كان يعني سالينا بالدرس غادي نخلي لكم واحد التمارين يعني اللي اعطيهم لولدك يخرجهم ولا خرجيهم نتيا ولا باش يعني تختبروا راسكم في لا ناتور ديال لي ديتيرمينون ملي تنقول لك لا ناتور ديال ان ديتيرمينون يعني كتحدد واش هو سيت ان ارتيكل ديفيني ولا ان ارتيكل انديفيني ولا ان ادجكتيف ديمونستراتيف ولا ان ادجكتيف بوسيسيف هذه هي لا ناتور ديال لو ديتيرمينون يعني الطبيعه ديالته يعني مع لو نون يعني هنايا كنحاول انني نشوف لا ناتور ديال شاك ديتيرمينون من هاد لي ديتيرمينون اللي عطيناكم الوغ غتلقاو عندكم التمارين يعني حاولوا انكم ديروهم في البيت تعطيوهم لوليداتكم بغيتو تنشروهم في التعاليق تبارك الله ما بغيتوش تنشروهم في التعاليق ديروهم في المنزل واللي عنده شي سؤال يعني طرحوه في التعليق هنايا قبل ما يعني نختم لا فيديو بغيت نجاوب واحد السيده اللي كتبت لي واحد التعليق على الطفل ديالها هي السيده امال السيده امال الطفل ديالها تلميذ في الرابع ابتدائي المشكل ديالته انه ما كيستجبش يعني عنده مشكل في القسم يعني هي في الدار كتخدم معاه تتفهمه تتشرح ليه ولكن منين كيمشي للقسم يعني ما كيوظفش داك الشيء ما كيشتغلش مزيان عنده مشاكل في القسم ديالو هنايا تنقولوا للسيده امال يعني علاش ما جاوبتكش في التعليق لان يعني الجواب طويل بزاف ويعني فضلت انني نجاوبك في الفيديو باش نشرح لك مزيان هنايا غيكونوا عندنا بزاف ديال العوامل العامل الاول هو ان الطفل ديالك يكون انه ما استفدش من الاقسام الاولى يعني سي بي سي او ان سي او دو اللي كنا تحدثنا عليهم من قبل ان هاد الاقسام هادي بثلاثه ما استفدش منها وطلعوا معاه المشاكل ديالو حتى وصل للقسم الرابع هنايا الحل هو ان خصو دروس للدعم والتقويه ممكن انك تستعني بدوك الدروس اللي كنقوموا بهم في القناه ممكن انك تستعني بشي انسان اخر اللي يقدر يساعده يعني باش تولي عنده واحد لا باز اللي ممكن انه تساعده في القسم الرابع ويولي عنده العمل يعني سهل في القسم ثاني سبب انه ما يكونش عنده ديك الرغبه ديال العمل شوفي انتيا جلسي مع الطفل ديالك تحاوري معاه وشوفي واش عنده رغبه ولا ما عندوش رغبه الا ما كانتش رغبه حاولي انك تحفزيه يعني يعني بمسائل اللي كنا دوينا عليهم في الفيديوهات السابقه الثالث ان كما كنت دويت شحال هادي على التواصل مع المدرسه تواصلي مع المعلمه وشوفي شنو هو المشكل اللي عنده في القسم يعني في القسم ممكن ان يكون عنده مشكل ديال عدم انتباه مشكل ديال الشروط يعني شوفي مع المعلمه وممكن انك هنا توصلي الحل والا بغيتو يعني في بعض هاد بحال هاد المشاكل اللي كتطرح لكم وكتكون ان صعب اننا يعني نجاوبوا معكم في التعاليق يعني كيكونوا عندها حلول طوالين ولا الا موافقين اننا نديروا واحد المباشر واللي عنده شي سؤال عنده شي مشكله يعني يطرحها في المباشر ويكون الجواب يعني مباشره الوغ من هنا يعني ان شاء الله الفيديو القادم كنتمنى انكم تكونوا بالف خير ودمتم سالمين والى اللقاء